الذين من دونك. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. عباد الله، ربنا امتن علينا بنعم ودائر مننا نوحده نخلص الدين له. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. سبحان الله، آيات عجيبة، في كل شيء آية تدل أنه الجبار، أنه الملك، أنه الحق، الخالق الرازق المدبر جل وعلا. رفع السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها. بعد يا إخواننا يجي عبد مسكين ضعيف يعبد غير الله، يعبد البشر، يعبد المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون شيئا، لا يستطيعون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما عندهم حاجة مع الله، لكن عبدوهم، شيدوا قبورهم، رفعوها، مجدوهم من دون الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالجلال وبالكمال وبالعظمة وبالكبرياء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فترى الودغ يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لما ينزل المطر على العباد يستبشرون بنعمة الله تبارك وتعالى، إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه نعم الله على عباده، من السحاب ينزل الأمطار في سورة الشورى، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يئس الناس من رحمته. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد تبارك وتعالى. بعد كل ناس يجي يلجأ لغيره، من العبيد الضعفاء، من المساكين اللي ما عندهم حاجة. عشان كده ربنا بعد ما تكلم عن نعمه في صورة فاطر قال تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. أي مخلوق، نبي، ولي، صالح، ما صالح، أي مخلوق، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما عندهم حاجة. يا أخي تدعو له ما عنده شيء؟ هسه الناس يمشي للقبور، يمشي للموتى، يلجأ لهم، يستعين بهم. ربنا يقول لك ذلكم الله ربكم له الملك، الملك ده كله حقه، سماوات وأرض وجبال ووديان وسهول كله حقه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه قال لك ما يملكون من قطمير. رفع السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونك. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.